السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حراسة المرمى عامل قلق كبير جدا كان في الوقت الأخير في النادي الأهلي. الأهلي حسم الجدل، وفي ساعة متأخرة من الليل أعلن رسميا أن حارسه الأول محمد الشناوي سيكون جاهزا لمباراة الذهاب أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا. أعلن النادي الأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع الأهلي بالوداد المغربي. ده نص الخبر اللي جه على صفحة الأهلي الرسمية عبر موقعه الرسمي على الفيسبوك. محمد الشناوي غاب 3 مباريات، يعني عايز أقول لك يعني ما اعرفش، الناس كانت قلقانه ليه. انا شايف ان يعني علي لطفي هايل، وشايف مصطفى شوبير هايل من وجهة نظري، ولكن كان هناك قلقا. وبالتصريح ده الرسمي على الموقع الرسمي للنادي الاهلي اطمأنت الجماهير ان محمد الشناوي سيكون جاهزا لمباراة الوداد في القاهرة باذن الله تعالى. طيب حد بيسألني بيقول طيب هل سيكون جاهز لمباراة سيراميكا كليوباترا غدا الاثنين؟ ده خلي بالك موضوع لم يتم الاعلان عنه ولم يحسم بعد، ولكن المعلومات اللي عندي انه سيكون جاهز لمباراة الوداد وسيغيب عن مباراة سيراميكا كليوباترا. وخلال الساعات القادمة هنعرف من سيدفع به كولر مصطفى شوبير، ودي هتكون تاني مباراة على التوالي، ولا علي لطفي. ولكن توقعاتي ان يظهر محمد الشناوي في مباراة الوداد فقط، وان يغيب عن مباراة سيراميكا كليوباترا. في حد بيقول لي كمان ان محمد الشناوي ربنا كرمه واستغل هذه الفرصة، وكان ارتبط وكان في حفل زفاف على الضيق. ليس عندي معلومات، وما بحبش اتكلم في حاجة ما عنديش فيها معلومات، وكمان في الامور الخاصة دي ما بحبش اروح لها كثيرا جدا. المهم الشناوي سيكون في نهائي افريقيا امام الوداد باذن الله تعالى كما اعلن النادي الاهلي رسميا. كل التوفيق للنادي الاهلي، ومليون توفيق وفوق التوفيق مليار توفيق تاني، ودعواتنا بالتوفيق لشنو اللي انا بحترمه جدا، لانه حارس مرمى واعد ومحترم جدا، ونفس الوضع اتمناه لعلي لطفي ومصطفى شوبير. التقيكم على خير.